درس واحد اجنبي الوقت والمحيط والغياب كله المستعان من الطريق مش تدب على الطريق العلمي راك منسوب ولا ماشي منسوب نسيت الى ماذا الى افضل شيء الذي هو ال هو العلم طالب العلم كانت نسبة طالب العلم كيف ان النسبة هذه وغيتي درس واحد شمع شعب 12 في فنون مختلفة هذا ما كنا ندرسه يوميا كانت عندنا مقرر في كل يوم 12 مادة كتعرفوا ديك المادة قال لك والله إلا قفلتي زيد دفورتي اللهم أحكمتي إقفال إلى آخر إلى فورتي مش عارف قفل لا استحكم الإقفال 12 مادة عندما انتقلنا إلى دار الحديث الحسني إلى دار الحديث الخيرية 16 مادة مختلفة وتشتكي يبغي يكون طالب علم ها طالب علم اللي ما قدرش فلن يتعنى لأن العلم كما يقول أهل العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه العلم خصك تعطي الكل ديالك يلا يعطيك شوية وإلا عطيتي شوية كن على يقين أنك لن تحصل شيئا سمعتي لن تحصل شيئا هتقول عندك المتفت تجري من هنا وهناك اللاسي زين عارف عارف نقرا احنا لان هاد السير ديال الصالحين اهل العلم كيعطيوك اش حافزا ودافعا باش تعرف كيفاش كانوا الناس غيدرسوا ما كتبين الناس عندك واقف وتاكل وواقف تكاو وتمغاط جبت لكم ناقص واحد الامام احمد تعرفونه صاحب مذهب كالإمام مالك هو تلميذ للإمام الشافعي والشافعي تلميذ للإمام مالك والثلاثة أصحاب مذاهب ويضاف إليهم من هو أولهم وهو أبو حنيفة النعمان عندنا الإمام أحمد سافر لطلب العلم ليأخذ الحديث قال فجلسنا ثلاثة أيام خدوا سمك اشتروا سمكة قال نريد أن نأكله فلم نجد الوقت لطبخه فأكلناه نيئا يبدو الطالب قلت يا هما نعم الله كل ذي الحوتات كما يبغي هذاك يقول ها قام الدرس درس هذا الدرس وكانوا سباقين حنا شنو هو حتى قرب ما نساليوش وحدين يا الله زين يمسك درس هذا الدرس قال لك ما كان عندي وقت حتى المدرسة سمعتوا شنو ما عندوش الوقت باش يمدغ حيت المدغ كيشغلو المدغ يشغلهم على المدغ عن العلم قال فكنا ندق الخبز دقا فأسفه مع الماء لسرعته جلس والسوايع والكلام يا جلس هذا احنا كنت ندب على مين على طالب العلم على ريوسنا
ياك طالب علم وشويه يقول لك وليد قرر اذا بالاربعين النوويه واش يقول لك بالاربعين النوويه راه قريناها ياك دوزنا بالاربعين النوويه دوزنا ولا ما دوزناهاش حضرت انت دوزنا بالاربعين عاود كان قرر الاربعين النوويه كيقول لي خرج الاجروميه واش حنا غنبقاو في الاجروميه بالله عليكم هل يتعلم مثل هذا الجواب لا علاش لانك تحتقر العلم العلم من تحتقر عرب انك اش قد سد بينك وبين حيث انت تقرا الاربعين ما تاخذه الان في مجلس اخر يزيد على ما اخذته بل وتجد امورا اخرى اش كيقول الشيخ اللي كيقرر لك الاجر الروميه وهو قداش قد بلغ السده في النحو كملها حتى الاخر ياك قال الالفيه ومجيور الالفيه والحواشي وكذا والى اخره رساله وكيقرر لك انت اش شيخ روي الاجر الروميه خصك تحط انت بلاصتك اش شكون اللي غيصدع من الاجر الروميه انت ولا هو ثم يجيبوني ومع ذلك علاش لان يعرف قيمه العلم مني كتاخذ الحديث ماشي العلم راه تصحاباش لكثره الروايه لكن العلم اش الخشيه العلم الخشيه وليس بكثره الروايه بس سيو دابا كاين بزاف الصلاة كاين في كراس بزاف ياك العام ياسر كاين سمعوا الهضرة فهمنا القصد لذلك انتبه طالب العلم خصوصا انتبه تضيع الوقت لا ينفع نعم درسا في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللوم علي بن جميل ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع وتارة في المنتخب للفقه الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله لي في وقت لا تسمع في لكن تعلموا ترجمة إيش قال؟ كنت أقيد زين كنت أعلق جميع ما يتعلق بها تعليقا زين من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة أي ده بالضبط زين ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله لي في وقتي معناه كان التقييد وكان الشرح وكان الرجوع وكان طلب الله بكذا بالآن شو مالكم هكا تكلموا دابا على خلي الحوار العامي جاي اش لا جاي أقول لي بس جاي باش ناخذ البركه ديال المجلس ياك هادشي اللي كاين ولا لا ها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون في بينهم لا حفظهم الملائكه ولا شيخهم الرحمه وذكر الله في كذا البركه اللي جاي لها هذا الذي طالب العلم مع هذه المفروض انه يكون اش شيء اكبر من هذا ولا لا حتى العلم ما يكونش مغموم قلت لك مش عمر خطره علاش لانك لا جات النيه ديالك جاي انت باش تاخذ البركه ضيعتي اجرا عظيما شنو الاجر العظيم اللي ضيعتي يلا نشوف احسنت من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا الى ضيعتي ولا ما ضيعتيش مالكم إذا من نخرج أنا من الدار خص تكون النية ديالي أشنا هي؟ شنا هي؟ غادي نطلب واخا ماشي من سلك طلبة العلم لكن غنمشي لأن علاش؟ لأن المفروض عليك اسمع وجوبا متحتمات لابد من معرفتها كديرها مالك عندك واجبات خصك ديرها ضروري تعرفها في دين الله اللي هي عاش ها كنقول لك واش تعرف عارف
شو ورد لك؟ أركانات خمسة مجموعة ليش اليمني خدام ولا مني كذا ولا هذا نهضر كلهم عندنا ما نديروها لأن علاش؟ لأن أنت خلقت لتحقيق آش خصك تنظم وقتك كيما كتنظم وقتك لغيري تنظم وقتك وخصوصا أن الدروس ما كايناش في الصباح فهمتي كاين بلا ما كنتش كاين دروس الصباح دروس الصباح خاصة لطلبة مال العلم المتفرغين هما اللي خدام إمتى كاين الدرس دابا؟ كيما جاوبوني تخرج منك كتخرج ولا باقي ما خرجتيش خلي الاستثناءات اللي خداماش ليلا وكذا هذا كيقول لك الشاد لا حكم له لكن الغالب في كثير من الناس اش كيقول انت كي ساري ستا كيكون ساري ولا لا دابا الان كان علاش ما كتجيش هنا تتعلم دينك مفروض مفروض ما قلناش تجي تقرا الازهر الرومية قلنا لك كم جاوبوني ها قلنا لك جي قرا اصول الفقه قلنا لك جي قرا اصول الحديث ها لكن اش خمس خصك مطالب بها ولا لا هي اش العقيده جوج لان عقيده ومنهج لا اله الا الله محمد رسول الله ثانيه العباده التي انت مطالب بها الصلاه الزكاة واش والصيام واش والحج هذه المطالب إذا ما تصح به عقيدتك ما يصح به آش تصح به صلاتك ما تصح أو يصح به تصح به زكاتك ما يصح به صيامك وما يصح به آش حجك ما تقولش لي عمي مقاريش ومشغول وكذا هذه كلها لا اعتبار لها لأنك مطالب باش تعرف حيت الإشكالية اللي كاينة دابا وسعوا فسحوا لخوتكم فسحوا لك البر سيحوا يفسح الله لكم زيد قدام زيد ها زيد زيد خلي لخوتكم تزاحم وتراحم زيد اخويا زيد اللي دركينا مكاننا دخل داخل دخل داخل فين كنا؟ نشوفكم معانا ولا مشيتوا؟ اه اش جينا مشينا؟ ها؟ اه يعني معناها شنو هو؟ علاش؟ لانك الله خلقك لاش؟ لاش تخرجي؟ نتاع العباده فين العباده؟ حيت المشكلة اللي قلت لك وهي اش ملي كنسولك على امور دينك غتبقى تشوف فيها اللي ملزم تماع حنا ما نتكلموش على اش مسائل دقيقة ولا الاصول ولا كذا باش ماشي شغلك شغل اش مني لكن انت امور دابا غنسولك فيها اللي كنلزمك عقيدة غتبقى تشوف فيها كاينة ولا ما كايناش اشكالية ولا ماشي اشكالية إذا باش أنت كتعبد ربك باش؟ باش كتعبدو؟ جاهل ولا ماشي بجاهل؟ الله سبحانه وتعالى باش تعلمو باش؟ بعين فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلمتي أنت لا إله إلا الله؟ جاوبني باش تعلمتي لا إله إلا الله؟ عرفتيها؟ عرفتي معنى لا إله إلا الله؟ عرفتي شروط لا إله إلا الله؟ عرفتي نواقض لا إله إلا الله؟ هذه مشكلة ولا ماشي مشكلة؟ علاش نجي ولاش؟ أشهد أن محمدا رسول الله، شروط أشهد أن محمدا رسول الله، نواقض أشهد محمد رسول الله، أنت عرفتي هذا الشيء ولا عرفتي؟ بالله عليك دابا جاوب أنا ما نقولش جاوب، جاوب راسك مع راسك، إشكالية ولا ماشي إشكالية؟ لأن علاش غتوقع في الخالف في المخالفة فتنقض هذيك لا إله إلا الله. ملي باقي انت كتحلف بغير الله اش وقعتي؟ شتيش دي ناقد ولا ما شتيش؟ شكالي ولا ماشي شكالي؟ ملي باقي كتعتقد في الاولياء شتي ناقد ولا ما شتيش ناقد؟ ها؟ ملي كتصرف عباده اللي هي خاصه بالله جل وعلا لغير الله اش درتي دابا انت؟ شتي ناقد ولا ماشي ناقد؟ شتي كنوقع على دابا الان؟ فاذا انت كتنقد
هذيك لا اله الا الله، شحال من نهار في المحن. باقي كتقول شي امور اعتقادات جرت على لساني اش المغاربه في المجتمع عندنا، باقي حنا كنقولوا هاد الكلمات، كاين ولا ما كاينش؟ ها باقي سامي لحد الان كلمات مصيبه، ما عرفتيش ولا ما كتعرفش، ما بغيتش تعلم. حيت قلت لك دير حلقه في ودنك وخرج من هنا وضرب الحساب كما كنقول، رجع ضرب كما كنقول رجع لواقي. غتبقى نفسك انك واقع في مشاكل كبيره. تقول ما اخر شيء ما نفكر فيه حنا هو اش؟ قولوها قولوها ما تخافش. صدق مع نفسك ولو لمراتي. شنو هو؟ مودي. كاين شي ولا ما كاينش؟ ولا انا واقيلا جاي من المريخ؟ اخر ما نفكر فيه شنو هو؟ حتى كنديروها نخلطوها بكرع كلب، بكرع خنزير ماشي كلب، خنزير دابا. وكتقول لك شنو هو؟ سمو الفقيه. انت عرفتي الفقيه؟ انت عرفتي انت الفقيه؟ ها؟ وسول الشيخ، وسول الاستاذ، وسول انت سولتي انت؟ انت تما جاوبوني انت حتى ما قعدتي. وفين كنقلب؟ فينك انه الله سبحانه وتعالى طلب منك ما تديرش شي حاجه حتى تسولها الحكم ديالها، ما تقدمش عليها حتى تعلم حكم الله فيها. لا على ديك المسافه وتدلاكه اخو الخاوي دير حوايج غير باش نشوفوا القضيه كي دايره. تلقاه واقع في الحرام ومغمغمس في الحرام وقال لك اشي ما كنتش عارف مسيكين. اي مسيكين ما كنتش عارف، حيت انت اصلا ما بغيتيش تعرف. انت مطالب شرعا انك اش تسول الامور اللي هي خصك تعرفها، خصك تعرفها المجمل في كل واحدة من هاد الخمسة ما تنساهاش. خمسة ما تنساهاش. لا حنايا ما كاينش شي وباش كتزيدو نكملو اش كنقولو؟ عقول اش كنقولو؟ زيد اشنو؟ ايه ان الله غفور رحيم. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ يا سلام. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هي اللي كنديرو دابا حنا. ان الله غفور رحيم. ما عرفتيش بان الله شديد العقاب. هذه ما عرفتيش. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما عرفتيش جات سياق واحد. ما عرفتيش ما الذي يمسكنا احنا شدينا هذه ما ايوا لا شك رجاء في الله عز وجل، لكن ما تنساش انك مطالب به. ماشي خوف الرجل مع الخوف، لان الخوف عباده. كتعرف الخوف عباده؟ شنو الخوف؟ الخوف كنخاف. ماشي تقول لي الخوف عباده، كيفاش الخوف عباده؟ الله يهدي الخير. ما كنخافوا من العافيه ولا لا؟ كنخافوا من اش؟ عقول اي كنخافوا كنخافوا من شي واحد صحيح كنخافوا ولا ما كنخافوش؟ كيفاش تقول خوف؟ هذا هو الخوف. شي خوفتي ما عرفتيش الخوف دابا. الخوف اقسام. ما عرفتيش انه عباده. الخوف عباده ولا ها اقسام. ما عرفتيش. شنو ندير لك؟ حيت واش تعرف؟ حيت الخوف الذي هو طبيعي هو اللي كتكلم عليه انت دابا. الخوف من النار، الخوف اش؟ من الجراح، الخوف من يضربك طوموبيله، وتخاف من هذا، وتخاف من خوف اش كيتسمى هذا؟ طبيعي. جبلة في الانسان. هذا ما كنتكلموش عليه حنا. حنا كنتكلموا على الخوف الاخر. اللي هو خاص بالله جل وعلا، الذي هو خوف عبادة نخافه تعبدا. شتي لي هذا؟ فرق ولا ماشي فرق؟ ملي كتخاف من الانسان، لان الخوف ديال الله عز وجل اش؟
خوف من منه لأننا نعرف ماذا؟ قدرته وعظمته وسطوه سبحانه وتعالى. إذا الخوف ديالنا خوف تعظيم، خوف تعظيم وإجلال. لكن ملي تخولي البشر مخلوق تخافوا خوف تعظيم، لازم غادي دابا غادي اللي هو اج. ملي كيقول لك اسي تسلي كاين شي ولا ما كاينش؟ ها فلان اسيدي سليم اسيدي تسليم، هذا خوفاش خوفاش هنا خوف تعظيم شرك، هذا كان شرك شتي ما يقدر يدير مسكين والو، قد افضى الى ما تخدع. هو اللي كيتسنى منك اش تجاوبني الدعاء، انت اللي خاصك ماشي انت اش تسنى منه اش، راه هو اللي كيتسنى منه ماشي انت اللي كتسنى. عيد راسك شتي زيد وخطر لي الاشتغال بلاتي، فلذلك جدد نيتك فقل لي ما الدعوات. قال العلم عرفناه، لكن العوام جديد نيته وخاصك تجي باش تعلم اش. حنا علاش ركزنا على هاد الأربعين الأول؟ لأن فيها هاد الخمسة اللي كنتكلموا عليها غادي نذكر عليها ثلاث مرات. فتجي في الأول إنما الأعمال بالنيات، ويجي الحديث الذي هو بني الإسلام على خمسين، ويجي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصم منك إلى الحديث. إيش قلنا دابا؟ عرفنا علاش غتعرف ما يلزمك في دينك، لأن حنا غنوضعو غنفصلوهم تفصيلا وغتعرف ما يلزمك عايش في دينك. فإذا لك شمر ما تجينيش تسمع الأذان، شكون اللي كذب؟ شكون اللي خسران؟ انتم جاوبوني انتم ها؟ من سعى الله سبحانه وتعالى يجعل عملنا خالصا من جانب لعياش ها؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله، لعياش ما علينا إلا البلاء. نرى قال يجي حتى واحد يجي شو يقول لك؟ لما نجي يمين يكون يجي ثلاثة أربعة، الله يجعل الله أكبر. أتعرف كم فرح الكثرة؟ أنا لست من النوع الذي أفرح الكثرة. ها سيدي ياش ماشي ويطرح الله في ماش البركة. وغتجينا قصة تذكرني سير صار تقول لكم ماشي جيت من عالم من العلماء لم يكن عنده إلا آش في الحلقة ديال الجوج، وعالم جهمي تحت مفهوم من مالكية ابن عرفة الملك إمام من الأئمة، شكون اللي عنده؟ شكون اللي كيحضر لي الحلقة ديالنا؟ جوج جوج، هذوك جوج صاروا أئمة الدنيا. لا إله إلا الله. إذا الكثرة أش؟ بذلك الكثرة ليست ممدوحة في دين الله. شنو اللي ممدوح؟ قليلة وقليل ما هو وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذلك الكثرة غير آش. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شكون اللي ممدوح؟ خير. الكثرة ما فيهاش إلا إذا كانت كثرة خير، فحين لا شك أنها يلحقها المدح. نزيدوا شوية ولا نجمعوا؟ سير. خطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت كتاب القانون وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بالطب. هذا أراد الله به خيرا أم لم يريد؟ شنو أش ما يشتغل؟ شنو يشتغل منطق؟
قانون أرسطو فلسفة شخص شيء أراد الله به خيرا فأظلم قلبه فلي علم ولا مش علم علم منه سبحانه وتعالى أعطيه أن شيء مخدمش مفهوم؟ فلذلك أش إياك أن تتعلم أش علم الكلام فعلم الكلام هو السبب في ضلال الأمم وهو السبب في خروج الفرق الضالة خوارج معتزلة وقائمة طويلة نعم فبعت القانون في الحال فاستنار قلبي وكان رحمه الله تعالى ملازما للاشتغال بالليل والنهار بالمذاكرة والدرس نحو من 20 سنة حتى فاق الأقران أسمع السيد احنا كل حاجة خسران علاش كنا ماشي نقراو واحد السيرة ترجمة لشخص باش ندوزو هكا شحال قال عندها نحو من 20 سنة شحال ممكن دابا باش كيطلب العلم 20 سنة ضربوا معايا الحسبة 20 سنة هو كيطلب العلم إلا زدناها على نديرو حنا أش أسيدي على 15 سنة ياك هو قال 19 فاش بدا ياك حنا نديرو سيدي 15 زيد على 20 شحال بلات ومات في 45 لا لا اللي وين حنا نلقي الفائدة منها وهو أش طول فترة طلبي طلب دمي الله جل شحال خفت نقول شهر وهي بزاف ياك قلت لك خلي الله مسكين قلت بغا يولي ها دغيا بغا مصيبة ولا ماشي مصيبة هذا الذي يزال الجوالق الجوالق عرفتوا الجوالق ياك عرفتوهم ما عرفتوش ما تقولش لي انت ديما كتحضر مع راجل ما عرفتيش الجوالق ها هذوك الحمرين اليوتيوبرز فهمتوها دابا كثروا دابا الا من رحم ربك اللي هما فيهم الفائده صافي كلشي ولا متصدر شحال شوف طالب العلم الى ما بلش اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببيان منها اشنو صحبة أستاذ وطول زمان خصك أرجع طول زمان علاش قلت لك والله ما قفلتي أرجع لا لا ما كملتيش ما حكمتيش الإخفاء خصك طول ديالك ديال الزمان ماشي طالب العلم نولي خصو أرجع حتى يؤذن له إذا شحال خصك هو الإمام النووي شحال جلس؟ 20 سنة وهو يطلب العلم وخاصة عندما علم رحمة الله عليه زمانه فكيبقى أشنو كيبقى طالبين للعلم فالعالم طالبا للعلم فإن ظن أنه قد علم فقد جهل لازال العالم طالبا للعلم فإن ظن أنه قد علم فقد جهل إذا خصك آش كيبقى لكن أجر الضبط اللي خصك يولي يؤذن لهم أنه يعلم آش الناس كاين واحد صف إذا خصك آش طول زمان نعم وكان لا يتناول من الطعام إلا أكلة واحدة كل يوم بعد العشاء الأخيرة ولا يشرب سمعت أنت كيف قلت؟ أم الليل من نوم نعس الله أكبر الله أكبر حنا الفطور والغداء والترديدة ياك هذي اللي كيسموها العصرية وزيداش والعشاء وشو باش مورا العشاء يا تمد ملايين شكري شو
تشوف الناس كيفاش كانوا كيقاصدوا كيعانين باش باش يحصلوا علما. تا كتجلس شويه الشيخ ما جاش عطل علينا الحصه كاع ما جا. انا جاي من اش منين جاي من اش من اش من كون عرفتي الناس منين جايين واش كنا كنضربوا حنا كنا كنضربوا الكيلومترات وكنتمناو انه راه دابا ماشي غير باش ندرسو انه يقبلنا نقراو عنده. الله تلقيتيهم مسكين باش تعرفوا هذا هو اللي معروف لوقتكم لقيتوا اش الله يجي مسكين داكشي علاش اش الناس اللي كنضربوا الكيلومتر كانوا بين 100 و120 و200 باش اش يلا غندوي معاه لعل وعسى انه يعطينا اش وقتا من وقته وطالبين ربع ساعة نص ساعة علاش لأن كنا كنمشيو للمنبع كتعرفوا المنبع ها شنو المنبع الرأس ديال العين يعني شنو كنمشيو عند كل عالم من العلماء الذي هو رأس العين في علمه هذا ما كتلقاش بلاش ما مساليش ما يتلفتش لك ماشي تكبرا عشرة لكن ما كاينش وقت ما عندوش الوقت. تصور كان بعضهم كيقري الطلبة من خروجه من بيته إلى المسجد كان قلت لي مريح دير لك تهوية وما يروح مع راسك واش هو لا حول ولا قوة إلا بالله. زيد اش باقي؟ فلا يشرب إلا شربة واحدة في السحر وكان كثير الصيام لم يتزوج. الله أكبر. لم يتزوج. 45 سنة من العلماء العزاب. وهناك مجموعة من أهل العلم العزاب منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك لم يتزوج، ليس عزوفا. عن الزواج. لأن مخالف للسنة لكنه آش شيخ الإسلام ابن تيمية أغلب وقته كان في السجن ما عندوش وقت لأن كان يصفع في الحق كيقول جوج كلمات كيدخلوا له كان في وقت يشرع عبد فيه آش الفتن وظهرت أهل الأهواء والبدع فكان هو أشتصد للرد عليهم حسات وكانوا قريبين للخلفاء كانوا يمشون به لازم نقول كما هي العدميت دخل دخلوا معك كتعرفوا بأنه أش ما أخذ من العلم هذيك الفتاوى اللي هي 37 مجلد حسب الطبعات بين 40 أخذت مناش ولا بعضها كان يكتب فيها يدون أخذوا ومنعوا عنه آش الكتابة أخذ الفحم وبدأ يكتب فاش في جدار السجن نقلوا علمه مناش من جدار السجن الذي بين أيدينا الإمام النووي كان فقيرا اشتغل بالعلم ولم يكن له معين إلا والديه ولشدة فقره لم يجد وقتا وكذلك المدة اللي عاش فيها لمدة قصيرة لم يتسنى له من كثرة ترحاله مشى وقاش بان ليه زواج ولا ايش؟ الله المستعان. داخل في هنا فين؟ وفاة صبي يلا نكمل الوفاة في الحصة الجامعة الحديث الأول بإذن الله زيد. وكان رأسا في علم الحديث والفقه واللغة زاهدا ورعا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر قانعا راضيا متقشفا في مأكله وملبسه وأثاثه
حتى إنه لبس المرقع كثير الذكر والأوراد، حج مع أبيه وبقي في المدينة شهرا ونصف شهر، وزار القدس والجليل، ثم عاد إلى بلده فمرض بها عند أبويه، وتوفي ليلة الأربعاء 14 رجب، ودفن ببلده سنة 72 و200. نعم مستعد. وترك علما كثيرا رحمه الله. سريعا نقول لكم من غير لا جزء مما ألفه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تهذيب الأسماء واللغات، منهاج طالبين الدقائق، تصحيح التنبيه في فقه الشافعية، تقريب التيسير في مصطلح الحديث، حلية الأبرار والأذكار النووية معروفة، خلاصة الأحكام، رياض الصالحين هذا مشهور، وما من بلد إلا واش، بل وترجم إلى عدة لغات له للأربعين، بستان العارفين في الزهد، الإيضاح في المناسك، شرح المهذب للشيرازي، روضة الطالبين هذا في الفقه، والتبيان في آداب حملة القرآن، والمقاصد رسالة في التوحيد، ومختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح، ومناقب الشافعي وهذا مخطوط غير مطبوع، المنثورات في الفقه وهو كتاب فتاويه، مختصر التبيان في المواعظ، منار الهدى في الوقف والابتداء، المجموع له، المبهمات في رجال الحديث، 40 حديثة الذي بين أيديهم. انت الفجر كي البركة والمكينة نسأل الله سبحانه وتعالى الحمد والبركة فينا ونخدمه لنا لقبل إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.